عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي، احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله، بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه؟ انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليكم. نظرا بقى للكلاب دي احنا لازم نشوف حل. ايه؟ ايه؟ احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه بحيث لما نيجي نقوم نتزفلك كلنا، يعني نتزفلك كده نقوم نتزفلطه. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامه، هيسيبنا بالضيقه دي اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا، واحد اتنين تلاته وبه. حلوه سحبه مايكل اللي حملتيها دي يا حاج. حلوه، يبقى قدمي بقى في سوي وسينكي يو كاندنس. ايه بقى يا كلب البيرك؟ ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا هديك بالجزمه دلوقتي؟ واس واس، ما هي كده بقى هزلت كده بقى، اي كلب معدي يدخل يقعد معانا. دي قاعده كبارات البلد، ايه اللي جابك انت؟ يا رد يا رد، رد عليا وانت شبه السنافر كده، رد عليا. انت هتفرقع. ما هو بيتكلم كل 20 سنه جمله. يا ما حدش يزعجني، ما حدش يزعجني في البلد دي، انتوا فاهمين؟ دي كابت، دي كابت. انا عارف والله مجدوب بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش يزعجني، ما حدش يزعجني، ما حدش يزعجني في مين؟ وليه؟ ما ينفعش معاكو غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. يا عادي انت ربنا خد منك كل حاجة واداك في صوتك، في ايه؟ 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 عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يالا. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي. مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه، واضح من صوتك ان ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا اتلقى. انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. انا خارج لكم البلد كلها، ده انت عالك. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي بتزعق ليه؟ اهدي بتزعق ليه؟ اهدي. ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك، وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟ مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر، صوتك طالع لحد فوق. عايز تتكلم شغل الانتر كام. ليه تحت عندك؟ وطي صوتك. صوتك ما يعلاش. يهدي، انزل لك السبت تجيب لي سجاير. يهدي، توطي صوتك. فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من بلد كلاته. ياه يا شيخ البلد، العمدة عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجه، هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين اهو. عطيه جه يا عطيه، انده لنا العمده بسرعه يا وشك في الارض يا قريه، مع صاحب العصمه
حضرة العمدة المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى مع صاحب الأغنية ونجم العمودية. لا تقولي فاوس ولا جوب الشوافة مع عمدة ميت كنافة. هو اللي مأكلني، هو هو اللي مشربني، هو هو اللي ملبسني، هو 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 هو. النشيد الوطني ايه لميت كناف، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر هي حاجه جميله ومعتبره. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة، هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة، هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة، هي ايه صحراء تبقى ايه خضرة. يا بلد هبلي، دي العمودية دي حاجة صعبة قوي. ايوه انا مجمعكم النهارده عشان عايزكم حاجة مهمة قوي. ايه كل الناس جات؟ كله موجود اهو يا ابو العمده. اقول امال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات ويكلم على قد حياته. يا بلد هبله صدقوا تهز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقول. هي ده اللي والدتك شدتك من زورك؟ ايه يا ولا وانت جاي تقترح عليني؟ انت ما تكلمش خالص يا نادر. الحاج عليا اني عايز اخدم حد، عايز شيء، حد عايز قهوه، حد عايز يطرش. يلا ما تتكلم. ايه؟ ما تنضمش؟ ايه؟ بس تغيرك يا سريع يا عمدة، خلصنا 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 عشان هو يعني عمدة 30 سم بتتشطر عليه. عارف لو هو كبير شوية ما كنتش هتعمل معاه حركة زي دي. بس انت قلت تفتكر ايه؟ بتطول دورك؟ صعبان مدوية على الحتة دي كل يوم من دي. ايه؟ انا عندي اختراع. ايه يا عمدة؟ انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه؟ ايه؟ واما يجي زرزور